القهوة من وقت حاب قهوة نكون بعليها العاب هوا نمرح هوا نلعب هوا نشاهد كل جديد. ازيكم يا اصحابي؟ ازيك صحابي عاملين ايه؟ الله، انتي فاكرة اللعبة الجميلة دي؟ اصحابنا اكيد كمان فاكرينها. دي اصحابي اللعبة القطر بتاع كيتي، فاكرينه؟ دي كيتي صاحبتنا، وهي لما بتيجي تروح المدرسة ماسكة الشنطة بتاعتها اهيت. أيوة جميلة في ايدها. ماشي، هشوفها كده. طب ثواني بس، هي لما بتيجي تروح المدرسة بتركب القطر الجميل ده بيوصلها للمدرسة. وبعد ما بتخلص مدرسة بتركب القطر تاني عشان يرجعها على البيت. ده البيت بتاع كيتي اهوت، ودي كيتي وهي نايمة على السرير بتاعها يا اصحابي. طبعا هي لما بتروح البيت بتغير هدومها وتلبس الهدوم الجميلة بتاعت البيت دي ونايمة في السرير بتاعها. طب ثانية واحدة بس، ثواني بس هقول لاصحابي حاجة. ثواني، ودي الترابيزة بتاعتها والمراية بتاعتها والمرجيحة والبيانو بتاعها والبيت الجميل بتاعها التحفة اللي ورا ده. عرفت لها في حاجة نايمة على المخدة. ايوه، ما هي دي كيتي وهي نايمة على المخدة. ودي كيتي وهي رايحة المدرسة. طيب انت عارفه احنا اصلا مش هنجيب لهم اللعبه دي النهارده. ده احنا بس بنوريها لهم عشان احنا جايبين لهم لعبه تانية زيها. طب بصوا يا اصحابي، دي كانت الكرتونه بتاعت لعبه كيتي، هوريها لكم اهيت. شفتوا عامله ازاي؟ شايفين القطر الجميل اهوت والبيت ورا اهوت وكده، ماشي. طيب انا جايب لكم دي ليه؟ وبرده من الظهر هوريها لهم من الظهر. بصوا يا اصحابي اهيت، جايب لكم دي عشان انا جايب لكم لعبه تانية. حد كده صاحب كيتي اسمه ايه؟ انت عارفه اسمه دورايمون. دورايمون، اكيد اصحابنا عارفينه وبيشوفوا الكرتون بتاعه. اهو يا اصحابي شايفين دورايمون؟ ده دورايمون. لو كنا القط دورايمون اللي احنا بنشوف الكرتون بتاعه بنتفرج عليه، جميل خالص. اصحابنا بيحبوه قوي. انت عارفه اللعبه دي شبه القطر ده، بقى القطر بتاع دورايمون عشان لما يجي يروح المدرسه وكده بيركب القطر الجميل ده. ودي ظهر العلبة، شايفين عاملة ازاي؟ طبعا احنا لسه يا اصحابي هنركبها ونشوف. تيجوا نطلعها كده؟ طب ايه رأيك الأول؟ تعالي كده نجيب القطر بتاع كيتي ده في جنب كده يا اصحابي عشان ما يلبخناش. استني هقول لك على حاجة، تعالي كده نجيب البيت والحاجات دي هنا، هاتيها عندي هنا، هاتيها هنا. ثواني بالراحة، خلي كده نلف ده كده، هيجي هنا، ماشي. اقول لك على حاجه، خلي البيت نحطه في الوسط كده، ماشي. يبقى احنا كده يا اصحابي جبنا البيت ايه هنا كده، حطيناه في وسط الحاجات دي عشان نركب اللعبه الجديده بتاعتنا ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. طيب نجيب بقى العلبه الجديده بتاعتنا اهيت يا اصحابي كده، دي بتاعه دورايمون، نفتحها كده مع بعض. استني، طب استنى الفها عشان ابقى سهله اطلعها. هنطلع الجزء ده الاول اللي هو اللي باين لنا ده. استني كده، الله، طلع لنا العجله بتاعت الملاهي دي، او بتاعت لسه مش عارفين هتبقى ملاهي ولا حاجه تانية، هنشوفها دلوقتي وهنعرف. شفتي عامله ازاي؟ خلاص نشيل دي كده. جميله. طب استني كده اما اطلع الحاجات اللي جوه لما اشوف دي ايه. الله، صحابي حركه بتلف ازاي؟ نزلي ايدك تحت عشان مش شايفين. ها، الله. طيب بص انا هطلع دي كمان كده هشوف ايه ده في حاجات كتيره. استني هنشيل يا اصحابي العلبه خلاص. شايفين طلع معانا ايه؟ خدها، خليها هنا كده جنبنا. يلا طلعي بقى الحاجات اللي هي جايه معاها دي، ده فيها حاجات جميله هنركبها كمان. وده القطر بتاعه لونه ابيض كده زي بتاع كيتي كده بس لونه ابيض، هنشوفه دلوقتي. ده فيه حجاره. بيتركب فيها حجاره، ده جميله خالص. طب تعالوا يا اصحابي كده نطلع بقيه الحاجات. الله، استني كده وطلعي دي كمان. ماشي، طلعي الاستيكرات دي من هنا. استنى ايه؟ خلاص، ونشيل بقى الكرتونه دي مش عايزينها. الله، ده هتبقى جميله. طب تعالي كده خلي الاستيكرات دي في الاخر، تعالي لما نفتح الحاجات دي الاول كده. بصوا يا اصحابي شكلها هتبقى تحفه. استني لما نفتح ده. طب هاتي لي الكيس افتحه وانت افتحي الكيس تاني. طب هاتي ايدك هنا عشان اصحابنا يشوف. يلا طلعي الحاجه دي. الله، جميله. هنركبها زي الثانيه كده زي بتاعت كيتي كده ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. يلا هاتي الكيس ده. يلا طلعي دول كمان. شوفي يا اصحابي معانا حاجات جميله ازاي. هاتي ايدك هنا عشان اصحابنا مش شايفين وانت بتطلعي الحاجه.
حلوه قوي. يلا طلعيها كده. ها بس اللي بيهم كلهم مره واحده كده. احنا هنركب لسه الحاجات دي ونعرف دي الحاجات دي عباره عن ايه دلوقتي. عامله زي تكون مكعبات كده. يلا اللي بيها كده. الله ايه ده، ده دورايمون جايب لنا صاحبه اللي هو ده. هي عامله زي ما تكون مكعبات كده. عارفه ده زي ايه؟ زي ليجو. عارفه الشخصيه بتاعت ليجو، المكعبات بتاع ليجو. القطر كمان. بقيه القطر ما احنا هنشوفه دلوقتي هنركبه. طب ايه رايكم يا اصحابي، تعالوا نركب اللعبه الجميله دي. هتبقى مختلفه شويه عن اللي فاتت بس هتبقى جميله برضو. بصي فين. طب انت عارفه، انت ايه رايك انا بفكر في حاجه؟ بعد ما هنركب لكم دي لوحدها الاول يا اصحابي، وبعد ما نركبها ممكن نبقى نفكها كده هنشوف هينفع نركب الاثنين مع بعض ولا لا، كيتي ودورايمون نركبهم مع بعض. ماشي، ايه رايك؟ موافقه؟ دلوقتي يا اصحابي هنركب بقى اللعبه مع بعض كده. يلا تيجي نركب لهم اللعبه الجميله دي. ماشي. طب بص يا اصحابي، اول حاجه هنجيب القطعه دي. ده كده. بصوا بقى، هنركب دي في دي كده. بيقعد. ماشي، بصي عملنا دي في دي كده جميله. طب بيقعد ازاي؟ طب استني بس اما اركب دي كمان، وبعدين هنركب الناحيه الثانيه الجزء ده. الله، عايزين بقى نعرف ده شبه فعلا القطر بتاع كيتي ولا هو مختلف شويه. هو شكله مختلف في حاجات كده، هنشوف مع بعض. بص، ها نجيب واحده من الازرق دي. ثانيه واحده. ايوه الله، ناوليني كده واحده من الازرق. واحدة من الأزرق دي، دي أزرق، دي أزرق. ماشي؟ واحدة من الأصفر. استني كده، ثانية واحدة. بصي يا أصحابي، هاتي دي. ماشي، اوعي إيديك كده لو سمحتي. طب استني، شوف خدي دول عندك، ولما أقول لك على حاجة هاتيها لي تناوليها لي، ماشي؟ خليهم معاكي بس، خليهم معاكي ثانية واحدة. يلا بس عشان فاضيلي الحتة هنا. طيب. ماشي، هنعمل دي يا أصحابي هنا كده. واحدة أصفر كمان زي اللي أنت جبتها لي دي كده. أيوه، شاطرة. هنركبها الناحية التانية هنا. واحدة أزرق من اللي هي دي. أيوة. ماشي، وهاتي اللي زيها كمان. شوفوا يا أصحابي. أوه غضتني. معلش معلش. هاتي يلا دي كمان. هنركبها هنا الناحية دي. ها، في واحدة أصفر لسه باقية، هاتيها لي بسرعة. يلا عشان أصحابك عايزين يشوفوا البتاع الجميل ده هيبقى شكله عامل إزاي. الله، شوفي ده كده. الله، حلو قوي. استنوا يا اصحابي اركبه كده. كده ركب اهوت. طبعا لسه في حاجات تانية هتركب. هاتي كده الحاجات اللي لونها احمر دي، هاتي لي بسرعه. ها، الله، الحمد لله. بصي دول هيركبوا هنا يا اصحابي، عشان ده زي بقى زي الكوبري كده. هاتي اللي زيها اللي هي دي، هتركب الناحيه دي. ده هتبقى تحفه. ودي هتركب جنبها هنا في الحته دي كده. شفتي اكن اتنين كوبري جنب بعض، او كوبري كبير معمول له بتوع دولت، انا مش عارف اسمهم ايه. هاتي بقى النونو دولت الصغيرين دول. ايوه، في واحده زي دي لسه معاكي ولا هي واحده بس؟ هي تقريبا واحده بس يا اصحاب. ايوه دي صح. هاتي كده بنركبها. لا بس استنى ده دي هتركب هنا. هاتي كده بسرعه. تركب هنا في الحته دي هنا اهو، عشان في حاجات تانية هتركب هنا تقريبا هنا كده. استني عشان هي تقريبا مش راجعه. ايوه كده ركبت صح. ماشي، تعالي بس نشيل ده كده من هنا. هنركبها فين؟ تيجي نركبها هنا عند القطر هنا من الناحيه دي كده، الحته دي هنا اهو كده يا اصحابي. الله، شفتي بقى الجميله خالص ازاي؟ شفتوا الطريق عامل ازاي يا اصحابي؟ هاتي بقى كده الحاجات اللي لونها اصفر اللي معاكي دي، لما نشوف دي ايه اللي هناك دي. هاتي دي ودي، هاتي لي دول بسرعه، ودي كمان. الله، دي شكلها كده بتبقى عامله ازاي؟ ده بيت، هيبقى بيت صح؟ هيركب هنا بيت. استني كده، هيبقى عامل ازاي؟ عامل كده بالظبط، بس طبعا في ستيكر لسه يا اصحابي هيتلزق عليه، هيبان ان هو بيت وكده. وده هيتركب برده الناحيه دي من هنا في الحته دي، البيت الجميل ده هيبقى بيت برده، هيبقى من هنا. طيب بصوا، احنا هنركب الحاجات الاول. بصي هركب لهم الحاجات، وبعد كده يبقى نلزق الاستيكر بتاعنا. شفتوا دي هتركب هنا كده. بص يا عمو بيفتح الباب ازاي. استني بس ثانيه واحده لما اركب دي الاول. بصوا يا اصحابي، هنركب دي ودي كده، هتبقى حلوه قوي.
شفت البتاعة دي؟ طبعا دي هيركب فيها حجرة كمان وهتلف يا اصحابي، واللي هتلف والقطر بيمشي هتبقى جميلة خالص. شكلها تحفة. بصي شوفي شوفي عملت ازاي. استني استني كده، بصي يا اصحابي دي طبعا لما القطر هيمشي من هنا دي هتلف، شفتوا بتلف ازاي؟ بس طبعا احنا مش هنلفها بايدينا، هي في هيبقى فيها حجاره هي اللي هتخليها تلف. ماشي؟ طيب تعالي بقى دلوقتي، شايفه الحاجات دي؟ الحاجات دي هنفكها وهنلزق الاستيكرات دي عليها، وبرده في حاجات هنا اللي هم الدواير دي. الدواير دي عارفه الدواير دي بتركب فين؟ الدواير دي بتركب هنا كده، كل يعني شوفي هنا كده كل فتحه من دول بيركب عليها دايره وبيتلزق عليها صوره حد من دول، شايفه شكلهم جميل ازاي؟ تيجي يلا نركبهم. خليكم معايا يا اصحابي. دلوقتي يا اصحابي احنا لزقنا الاستيكرات كلها، شايفين البيت اللي هناك ده بقى فيه شبابيك وكده. هو ده اسمه الفلاحي؟ الفلاحي؟ لا مش عارف اسمه ايه. وهنا البيت ده كمان لزقنا عليه الاستيكرات بقى فيه شبابيك وبيوت وكده. والبتاعه الجميله دي شفتوا لزقنا عليها ايه؟ استني بس اما اوري لهم الاول، لزقنا عليها الاستيكرات كلها. هنركب بقى الحاجه مع بعض يا اصحابي. دلوقتي دي دول ايه؟ طيب ماشي هنركبهم دلوقتي، تعالي بس نركب الحاجه الاول. احنا قلنا دي هتركب هنا كده. طبعا يا اصحابي دي المفروض ان يركب فيها اتنين حجاره هنا، عشان والزرار بتاعها عشان دي اللي بتخلي وتطلع صوته كده، بتخلي الساقيه دي تلف كده يعني. ماشي؟ هنركبها هنا اهيت، والناحيه الثانيه هنركبها كده. ماشي؟ وبعدين هنركب الساقيه دي كده زي ما قلنا، نفتح دي شويه كده نركبها كده. الله اهي كده. بص ركبت ازاي؟ طبعا هي ما بتتعملش بالايد يعني. اهي بصوا يا اصحابي، انا هنعملها هتلف بالحجاره بس انا بوري لكم شكلها بس الاول. طيب بصي بقى ده اهي، دي هتركب هنا في الحته دي كده، تمام؟ دي عشان مكتوب عليها دورايمون، دي المكان بقى بتاع دورايمون، الملاهي بتاعه دورايمون. يعني العربيه القطر هو ماشي بيخش على الملاهي، ده قطر الملاهي بتاع دورايمون، تمام؟ وكمان هنجيب دي هتركب هنا في الجزء ده. استنوا يا اصحابي كده ثواني، هنا ركبتها هنا اهيت دي. ماشي؟ وهنجيب كمان الاثنين دولت، شايفه دي كده ثواني، هنركب دي هنا. وايدك كده ثواني، ثانيه واحده، شيلي بس كده عمو ده دلوقتي. والناحيه الثانيه حسبي بس، يلا يلا هنركب الحاجات دي هنا. الله ماشي. وبعدين هنجيب دي، دي هتركب هنا. وايه كمان؟ ولسه الاكس دي، الاكس ديت هتركب هنا كده، تمام؟ لسه عندنا حاجه ثانيه. هاتي بقى الحاجات الصغيره اللي معاكي دول، هاتيهم لما اركبهم. بصوا يا اصحابي هم المفروض ان هم بيركبوا في الساقيه هنا، طبعا انا فكها دلوقتي بس نركب الحاجه بتاعتنا وبعدين نشوف هنعمل ايه. شفتوا البنوته الجميله دي؟ هنركبها مثلا هنا. هاتي هاتي كده الحاجات اللي معاكي. ها طبعا هي بتلف واحده، احطها كده. طب حطيها هنا. ماشي يلا استني هعملها لك انا. ماشي هاتي بس ناوليني كده الحاجات اللي معاكي اهي، في ركبت اهي. ها وهاتي كمان، ودي هتركب قصادها الناحيه الثانيه، هتبقى هنا. ماشي خليها هنا ولا ايه؟ ماشي ماشي اهي. هقول لك على حاجه، خلي مش مشكله، هاتي يلا كمان بسرعه ناوليني ناوليني. ها ناوليني، هنركب الناحيه الثانيه كده هنا برضو زيها كده. ها بسرعه هاتي لي اي واحده. ودي بقى النوتة اللي قلنا هتركب فوق هنا. ها يلا لسه معاكي ايه؟ وريني. ودرايمون هنركب درايمون هنا. ده جميل خالص، بحب اول لعبه بتاعت درايمون دي. وكمان درايمون هنركبه تحت هنا. ها ناوليني بسرعه. ودرايمون هنركبه هنا. لسه كده بقى اتنين معاكي. ها والولد ده صاحب دورايمون ده انا مش فاكر اسمه ايه، مش فاكره اسمه. انتوا ايه؟ مش فاكره. طيب خلاص ممكن يلفوا كده لجوه يعني اهمت، نلفهم لجوه ودول برضو نلفهم لجوه كده. هما بيلفوا يعني ايه بره وجوه عادي. وهنلف دي كده كده يا اصحابي، وبعدين بقى نركب الساقيه بتاعتنا هنا.
استني كده. الله دي لعبة، استني ثانية واحدة، تحفة، حلو قوي اللعبة دي. استني بقى كده لما نشوف. كده بقى لنا بس يا اصحابي هنجرب بقى ايه الساقية وهي بتلف، والقطر الجميل بتاعنا عمو ده طبعا هيقف هنا ماشي في النص هنا يتفرج. انت عارفة ده عمو ده اللي بيصلح القطر لما بيبوظ. عندنا القطر الجميل اهو يا اصحابي، طبعا احنا نزلنا السكر برضو على القطر العربية بتاعته، وده القطر نفسه اهو. تعالي كده نركب فيه حجارة، جبنا حجارة اهي يا اصحابي، وبيركب فيه حجر واحد بس. تعالي نركبه كده. الله هيبقى جميل خالص. بيمشي على الارض. بيمشي هنا. بص هنركب ده. ثواني المسمار اهوت. القطر ده على فكره هيبقى جميل خالص كده زي بتاع كيتي. طب انت بقى بتحبي ده اكتر ولا كيتي اكتر؟ كيتي اكتر. كيتي اكتر؟ طب انت عارفه المره الجايه هنبقى نخلي نجيب القطرين مع بعض ونشوف مين احسن فيهم، وعارفه ممكن نفك الطريق ده ونركب الطريقين مع بعض يبقوا كلهم الاثنين طريق واحد. عارفه؟ استني كده لما نجربه. الله بيمشي اهو. طب تعالي بقى نركب دي كده فيه. استني هنا، وبعدين نحط دي هنا كده ونشغل، هنشوف بقى هتشتغل ولا لا يا اصحابي. تفتكر هتشتغل ولا لا؟ اهو ماشي، بس الحجاره ضعيفه خالص. هنجيب لكم حجاره قويه يا اصحابي ونوريه لكم الحجاره شغاله، عشان دي ضعيفه شويه. اعدليه بس، اعدليه في الحته دي. يلا ها. الله مش مشكله. ها ها يلا يلا بسرعه بسرعه يا قطر، بسرعه يا قطر، بسرعه يا قطر، بسرعه يا قطر. لا خلي ده مش هينفع يقف في السكه كده. طب بصوا يا اصحابي خليكم معايا كده، هنجيب لكم حجاره اقوى من دي. دلوقتي يا اصحابي احنا عملنا ايه؟ جبنا حجارة جديدة عشان نجرب القطر كده هيعمل ايه؟ تيجي نجرب؟ الله شفتي بقى بيمشي قوي ازاي؟ حلو قوي. استني كده لما نقرب نشوف. الله بصوا يا اصحابي. حلو قوي. وعارفين كمان يا اصحابي البتاعة دي طلعت احنا اللي بنلفها بايدينا برضو، حتى احنا حطينا حجارة بس الحجارة تقريبا لازم يعني الحجارة دي بتخلي البتاعة تنور وخلاص. بصوا اهي. خليها تنور وتعمل موسيقى بس. شايفين الموسيقى اللي جوه دي والنور ده؟ بس برضو ايه؟ احنا بنلفها بايدينا. الله دي ملاهي، مدينة الملاهي بتاعة دورايمون. طب اقول لك حاجة، تعالي كمان نشغل القطر بتاع القطة كيكي. استنوا كده يا اصحابي لما نشغل ده كمان. الله بصي ايه ده؟ شفتي بصي القطر بيطلع وينزل. الله ايه ده؟ احنا كده شغلنا اللعبتين مع بعض، وكمان البيت بتاع كيكي، وكيكي نايمه على السرير اهيت، والحاجه بتاعتها اهيت، وكيكي وهي رايحه المدرسه اهي. شايفين يا اصحابي؟ وهنا ده صاحب دورايمون مش عارف اسمه ايه، بتاع مكعبات ليجو ده تقريبا، صح؟ الشخصيه دي بتيجي في مكعبات ليجو بس مش عارف اسمها ايه. يلا حطيه مكانه كده لما نشوف القطر. الله شفت بيجروا بسرعه ازاي الاثنين؟ طيب ايه رايك بقى دلوقتي هنقول ايه لاصحابنا؟ اشتركوا معانا في القناه، اشتركوا لنا في القناه يا اصحابي، اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي، وما تنسوش اكتبوا لنا في التعليقات اللعبه بتاعه دورايمون دي عجبتكم ولا لا، وكمان اللعبه بتاعه كيدي بتاع المره اللي فاتت دي عجبتكم ولا لا. الله شوف القطر كان طالع بره ازاي. وكمان يا اصحابي ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي عملناه قبل كده بتاع كيكي، كان جميل قوي. وكمان الفيديوهات اللي فاتت جميله خالص، لو شفتها كلها تعجبكم قوي. وما تنسوش كمان يا اصحابي تبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابكم عشان يشوفوه. ودلوقتي هنقول لهم ايه؟ باي باي يا اصحابي، باي. دلوقتي يا اصحابي العربيه دي بايظه، كانت ماشيه في الطريق كده بي 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 وهي ماشيه راحت ايه؟ مش عارفه تمشي. عمو عمال يمشي مش عارف. فقمنا جايبين العربيه اللي هي بتصلح دي، اللي هي الربع نقل دي، قامت جايه وقامت جايه كده عشان يودوها بقى الجراج عشان تتصلح. قاموا عاملين كده وقاموا ايه رافعين العربيه كده. شوفوا يا اصحابي شالوها ازاي؟ الحمد لله. يرحمكم الله. بصي بقى. انا اللي اعتصت، ما انا بقول الحمد لله، بيعتص بيقول الحمد لله، والتاني يقول له يرحمكم الله. ماشي؟ بصي بقى يا اصحابي العربيه ما عطلت خلاص اهيت. رحنا بقى جبنا العربيه بتاعت التصليح دي وشدتها كده وفضلت ماشيه 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 لغايه ما راحت عند الجراج.
لغايه العربيه اللي بتصلح دي، دي عمو اللي بيصلح، دي اللي بتصلح. عم جايه كده وقامت ايه قعدت تبص كده وتبص من هنا وتفتح العربيه وتبص عليها من تحت كده عشان تصلحها، وبعدين قامت جايبه مفك التصليح وقعدت تصلح فيها وقعدت تعمل الحاجات كده وتصلح، وبعدين العربيه اتصلحت. طب تعالي كده لما نشوف بقت سليمه ولا ايه. اه بقت زي